تعمل ايه لو حولت فلوسك بالغلط على انستا باي؟ مشكلة كبيرة بيواجهها حوالي 6.5 مليون عميل بيستخدموا انستا باي، وهي تحويل فلوس بالغلط لحساب شخص تاني، وده بسبب غلط في ادخال رقم الحساب المصرفي الدولي اللي هو الاي بان عند التحويل، وبناء عليه العميل المرسل او المستقبل بيبقى حيران وبيحاول يشوف صرفة علشان يرجع الفلوس من تاني، وفي الغالب عدد كبير مننا بيقع في نفس الفخ، والفلوس بتروح علينا ومش بنعرف نرجعها تاني. احنا بقى في تليجراف مصر هنقولك ازاي ترجع فلوسك من تاني. اول حاجة، وهو في حالة تلقي اموال بالخطأ عن طريق انستا باي، لازم تبلغ البنك التابع ليك ان في فلوس دخلت حسابك من شخص مجهول، وتأكد انك ما تعرفش الشخص اللي حول لك الفلوس علشان ما تقعش في ورطة أو جريمة غسيل أموال. تاني حاجة، في حالة إرسال أموال بالخطأ عن طريق انستا باي في خطوات لازم تعملها. رقم واحد، لازم تتصل بالبنك التابع ليك وتبلغه بأنك أرسلت فلوس بالغلط. رقم اتنين، تقدم طلب مكتوب للبنك التابع ليك بعدم تنفيذ التحويل أو استرداده مرة تانية وتعرفه أنك بعتهم بالغلط. رقم تلاتة، في احتمال أن البنك ما يقدرش يحجز على حساب العميل اللي تحولت له الفلوس بالغلط إلا بإذن أو تفويض خاص منه شخصياً. وأخيراً، مهم تعرف أنه في حالة رفض العميل استرجاع الفلوس اللي تحولت له بالغلط هيتم تحويل الأمر إلى القضاء. خلي بالك.